ساعة ذكية لقياس النبضات قد تكون ابتكارا جديدا من منصة فيسبوك. هذا ما كشفه موقع ذا فيرج الإلكتروني الذي قال إن المنصة الشهيرة تنوي الاستثمار في مجال الرعاية الصحية من خلال عدة ابتكارات غير تقليدية تدمج تقنيات الواقع المعزز، منها نظارة وساعة ذكيتين ستطلقان الصيف القادم. وستعمل هذه الساعة على مراقبة نبضات القلب ومعدل حرق الدهون، كما ستحتوي على كاميرتين يمكن ربطهما بحسابك على فيسبوك. ووفق مصادر، تنشغل المنصة على إصدار نظام تشغيل خاص بها على غرار أندرويد لتتمكن من خلاله تشغيل الملحقات الجديدة، وهو الأمر الذي يثير ريبة الخبراء والمراقبين الذين يتخوفون من احتمالية جمع فيسبوك لمعلومات طبية تندرج تحت إطار الخصوصية. ونظرا إلى ما تملكه المنصة من تاريخ أسود في مجال انتهاك الخصوصية، فإنها أمام مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة لإقناع الجمهور على تقبل ملحقات الرعاية الصحية وزرع الثقة لديهم بأن الساعة الجديدة لن تسرق معلوماتهم الشخصية، وهو ما يراه الخبراء أمرا صعبا. دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن القاهرة المدون التقني محمد عادل. محمد أهلا بك معنا، نتحدث اليوم عن فيسبوك، ما الذي يدفع منصة شهيرة كفيسبوك إلى الدخول في المجال الطبي؟ صباح الخير عليك وعلى جمهورك الكريم. بشكل مباشر طبعا هي البيانات، يعني خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، جميع الشركات على مستوى العالم بتطلق منتجات جديدة عشان تقدر تحقق أرباح، سواء بشكل مباشر عن طريق بيع تلك الخدمات أو البيانات أو الأجهزة المادية أو عن طريق الإعلانات والبيانات. فيسبوك عملاق طبعا، مش محتاجين نتكلم عليه كتير في قصة الخدمات والمنتجات، ولكن على مستوى المنتجات المادية فيسبوك مقل جدا في طرح منتجاته، خصوصا بعد تجربته الثانية تقريبا اللي احنا بنتكلم فيها تقريبا في 2013 او 14. كان في موبايل اسمه فيسبوك موبايل، كان تجربة اولى لفيسبوك في عالم الهاردوير. التجربة الثانية كانت مع بورتال، جهاز مخصوص لمساعد ذكي في المنزل وكمان المكالمات الفيديو، والجهازين ما لاقوش نجاح كبير جدا بين المستخدمين بسبب نفس النقطة، هو التخوف في المستمر عند المستخدمين بخصوص الخصوصية. أعتقد ده هيكون المصير الخاص بساعة فيسبوك، إلا إذا فيسبوك أظهر بعض حسن النوايا، يعني وضع مجموعة من يعني المعايير اللي بتنظم عملية استخدامه لبيانات المستخدم.